السلام عليكم شباب، أتمنى لكم كل خير وتكونوا دايما في صحة وعافية. طبعا انتوا عرفتوا القرارات الجديدة بخصوص الامتحانات وأعمال السنة والبحث والكلام ده كله، فضروري أنا بعت كده على جوجل كلاس روم وقلت مين بالنسبة له ده آخر ترم، لان ده مهم جدا عشان احدد الريسيرش اللي احنا هنعمله وهنمشي في الامور دي ازاي، لان لو في حد في رابعة فاجباري هيحصل له انه يخش امتحان، لو ما فيش حد في رابعة يبقى احنا كلنا هنشتغل في ريسيرش بروجيكتس او ريسيرش اي حاجة هنحددها، وهتبقى في جروبس او هنخليها انديفيدوال على حسب الانسب اللي هنخرج بيه من هذا التقييم. انا بالنسبه لي عايز اخفف عليكم، عايز اخلي الموضوع بسيط، وبالتالي ساعدوني ان انا اعرف في ناس ده اخر ترم ليهم ولا لا، وبعد كده ممكن نبقى نحدد سوا ايه الحاجه الانسب ليكم، علشان في الاخر برضو ما نلخبط لكمش الدنيا وما نزعجكمش في هذا الموضوع. طيب دي كده محاضرة صغيرة وقصيرة عن حاجة اسمها الاسكيبمنتس. الاسكيبمنتس دي بتبقى ميكانيزمات او ديفايسز بتيجي بعد الفيد تراكس. طبعا احنا المفروض كنا ان احنا هناخد في الكورس ده الاوتوماتيك اسمبلي لاينز من اول الكومبوننتس لغايه اخرها، بس احنا في حاجات هنكنسلها في النص، زي مثلا الفيد تراكس. الفيد تراك دوت اللي هو بعد ما بتخرج من الفيدر بتبقى في الفيد تراك. احنا لو تفتكر في الفيدر كان دايما يرمي في التشوت، يرمي في تراك كده. الفيد تراك ده بعد كده المفروض ان هو بياخد البارت ويبدا يعمل له عمليه الكونفينج او الترانسفير لغاية ما يوصل لحاجة اسمها الاسكيبمنت. الاسكيبمنت ده بياخد البارت من الفيد تراك ويحطه على حاجة اسمها البليسمنت ديفايس. خلاص، البليسمنت ديفايس ده هو اللي هياخد البارت ويحطه في الورك كارير او الاسمبلي ديفايس او الروبوت، ايا كانت الديفايس اللي بعد كده. طيب انا عندي هنا شكلين للاسكيبمنت. هتلاحظ هنا ان الاسكيبمنت اللي موجود اللي هو عبارة عن الجزء دوت، كل ما البارتس بتنزل الاسكيبمنت ده هيبدأ يفتح ويعمل بليسمنت في نفس الوقت على الورك كارير. فده الميكانيزم اللي قدامك ده بيجمع الصفتين سويا. نفس الكلام حاصل في الجزئية دي، ده عبارة عن بارتس زي مسامير مثلا، والجزء الصغير ده عبارة عن زي سبرينج. فكل ما هتزق وهيبقى في عندي الورك كاريرز بتعدي هيحصل له ان هو يحصل ليفتنج لفوق شوية ويعمل بليسمنت للبارت. طيب هل ده اللي بيحصل على طول؟ لا، في الحقيقة مش ده دايما اللي بيحصل على طول، وفي انواع مختلفة من الاسكيبمنت. انا عندي 5 انواع، انا بالنسبة لي هنتكلم على 4 منهم، الراتشت والسلايد والدرام، وهنكنسل الجيت لانه نادرا ما بيستخدم، ده نادر جدا، very rare. خلاص، فهيركز على الاربعة التانيين، الراتشت والسلايد والدرام والجو سكيبمنت. طيب الراتشت، الفكرة كلها في الراتشت ان هو بيعمل او من اسمه كده ان هو راتش. راتش يعني هيحصل له حركة تديك ديسكريت موفمنت، هيوقف لغاية ما يحصل حاجة وبعد كده يبدأ يحرك. طيب الراتشت ممكن يحرك جسم زي الميكانيزم اللي هنا ده، او ان هو يحرك 4 4 مثلا زي الشكل ده. تمام، لما انا بتكلم على اوتوماتيك اسمبلي لاين يبقى السنجل بارت هو الافضل ان انا اشتغل بيه. طيب الراتشت ده ممكن برضو يبقى شغال لينير حاجة بالشكل ده، تمام، وبالتالي هو ده جاي من الفيدر هنا
وده الراتشت اللي عندي بينزل بارت بارت، او بالشكل التاني ده ان هو بينزل بارت وبعدين يوقف ينزل البارت اللي بعده وهكذا. طيب الاكزامبلز دي بتوضح ان الاسكيبمنت اللي هو الراتشت بيستخدم فقط to regulate the flow، يخلي الفلو ريجوليتد بحيث ان المكنة التالية اللي هتستلم مني ان هي جايلها فلو ثابت ومحدد بمواعيد او بتايمينج محدد. خلاص طيب النوع التاني السلايد اسكيبمنت. السلايد اسكيبمنت زي ما انت شايف هو عبارة عن انك انت البارتس جاية من الفيدر مثلا بهذا الشكل، والسلايدر ده مجرد ما هيعمل بليسمنت ليه او هياخد الاجزاء ويبدأ يتحرك في اتجاه عرضي يبدأ ينزلها في الفيدنجز التانية دي. طيب الكلام ده ممكن انك انت يحصل فيه انك انت محتاج تعمل انك انت تعمل بارتس تحصل لها فيدنج في تشوت وتعمل لها فيدنج في تشوت تاني، فده بيحصل ان البارت نزل توديه التشوت الاولاني وبعدين وهو راجع هياخد بارت كمان وينزله في التشوت التاني. طيب من الريستريكشنز اللي محطوطة في هذا الامر او اللي بتخص السلايد اسكيبمنت ان ما يحصلش انترلوك. انترلوك ان البارت ينزل وهو نازل السلايد يجي فيحصل زنقة فالمكنة تقف، تمام؟ فده الريستريكشن اللي بيبقى حاصل على السلايد. الاشكال البيست الفيت في هذا الكلام السفيريكال السلندريكال والبليت. خلاص في مثلا الاكزامبل اللي هنا ده هتلاحظ ان هو بياخد البارت وبيقدر ان هو يعمل لها فيدنج في several delivery chutes. خلاص النوع التاني اللي هو drum escapement. انا عندي منه حاجة اسمها drum spider اللي هما دول، والدرام سبايدر ده انك انت يا اما الفيدر بتاعك جاي من هذا الاتجاه وانت بتسلم في الاتجاه ده، وده بيفيدك في انك انت تعمل تغير الدايركشن اوف موشن. يعني انت جاي لك الدليفري في اتجاه، انا غيرت الاتجاه هنا مثلا 90 درجة. ده طبعا بيبقى مناسب كمان في حالة انك انت في خطوط دليفري وانت بعد كده في منطقة ما الديستنس مش مناسبة فانت محتاج تغير اتجاه بزاوية حادة او زاوية صغيرة، فده بيكون مناسب جدا في هذه العملية، او عايز ترجعه وترده هذا الشكل. طيب وممكن زي ما انت شايف كده بيبقى جاي البارتس جاية من الاتجاه ده وبعدين انا عملت لها فيد في هذا الاتجاه وهو لو النوع الثاني اللي هو الستار ويل او الورم. ودول الفكره اللي فيهم ان هو بيعمل عمليه اندكسنج للبارتس اللي هي هتروح بحيث ان المرحله التاليه تقدر تقوم بوظيفه ما لغايه ما يبقى البارت اللي بعده يروح. فده الميزه اللي فيه ان هو يقدر يعمل لي اندكسنج كويس جدا. اخر نوع اللي هو الجو اسكيبمنت. الجو اسكيبمنت الفكرة اللي فيه انك انت بيبقى عندك جوز بالشكل ده، خلاص، وادي البارت بتاعي، والمفروض مثلا في الاكزامبل ده ان انا عايز انزل البارت وبعدين هعمل له عملية بانشنج بشكل ما وبعد كده هبدأ ارجع وبعد كده اجيب البارت اللي بعده. طيب هنا القصة دي شغالة ازاي؟ البارت هنا وصل للجوز، الجوز ثابت، اول ما البنش دي هتبدأ تنزل هتجبر الجوز انها تفتح لبره، لما تفتح لبره يبقى البارت ايبل ان هو ينزل، هينزل البارت يحصل فيه البانشنج والبروسس اللي احنا عايزينها وبعدين الرام دي تطلع لفوق او البنش هتطلع لفوق، يقدر يدي مساحة ان بارت تاني يجي ويقف
برضو عند الجوز، وهكذا وتستمر العملية. تمام. طيب أتمنى الموضوع يكون بسيط وخفيف، أنا مش عايز أتقل أكتر من كده، ومش هاخد حاجات أكتر من هذا. المفروض إن احنا الدراسة هتقف في يوم 30 أبريل، احنا كده خلصنا المنهج. أنا هديكوا بس ماتيريال في تخص مجموعة أمور تخص الروبوت في الأسمبلي لاينز، ألقوا عليها نظرة وبصوا عليها. هي مش ضمن المنهج دلوقتي يعني، أنا بالنسبة لكم مش هي ضمن المنهج، لكن هي أنا شايف إن هي ممكن تبقى إفادة ليكم لو أنتوا حبيتوا تستفادوا منها. تاني، تفاعلوا معايا في موضوع إن أنتوا تعرفوني مين فاضل له مادة ومين مش فاضل له، ودي آخر سنة وهو بيتخرج، عشان نعرف إذا كان في ناس هتمتحن ولا كلنا هنشتغل الريسيرش اللي هم كانوا بيتكلموا عليه، وبالتالي نعرف نحط في الآخر سيستم نقدر كلنا نعمله ويكون برضه خفيف وما يتقلش عليه. شكرا يا شباب، ونشوفكم على خير.